في من ضمن المشروعات دي زي ما اقول لحضراتكم كده، خليني اروح للواء دكتور احمد محمد عبد الفتاح، وده الفائز بالمركز الاول في هذه المبادرة او في هذه المشاريع اللي اطرحت على المبادرة في هذا الاطار. يا سيادة اللواء، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا، مساء الخير، واهلا بحضراتكم في محافظة الجيزة، اللواء دكتور احمد الفتاح، رئيس حي الدق. رئيس حي الدق. الله. أيوة. الله، ده انت كده حببتنا في الاحياء يا دكتور، كده حببتنا يعني في الاحياء والله. لا، ربنا يكرمك يا دكتور، ربنا يكرمك. حضرتك خدت المركز الاول، حصلت على المركز الاول بالظبط كده. المركز الاول لمحافظه الجيزه اسمه رابيد موبيليتي، وهو بيحل مشكله ازمه المواصلات في المسافات القصيره اقل من 9 كيلو. نقدر نقول اسمه الانتقال الذكي، ونقدر نقول بديل التوك توك كمان. بديل التوك توك، حلو قوي. حلو قوي، حلو قوي، حلو قوي. وحضرتك عرضته في الـ في الـ في المؤتمر النهارده؟ تمام يا فندم. تكرمنا من السيد رئيس الوزراء وتاهلنا كده للكوب 27 ان شاء الله. تمام، يعني كده هتروح تعرض هذا المشروع او هذه أو هذه الفكره، هتعرضها على مؤتمر المناخ او قمه المناخ في شرم الشيخ. بالظبط، دخل في مستوى المنافسه الدوليه، يعني احنا الحمد لله تصعدنا من ضمن افضل 6 مشروعات في محافظه الجيزه تحت رعايه اللواء احمد راشد محافظ الجيزه. وبعد كده اتصعدنا على مستوى الجمهوريه من ال 27 محافظه، نقوا 18 مشروع. احنا كنا من ضمن ال 18 مشروع، خدنا المركز الاول الحمد لله بمشروعات الصغيره. طيب، حضرتك هيعرض في مؤتمر في قمه المناخ في شرم الشيخ، وحضرتك بتقولي ان ده مشروع بديل التوك توك، صح كده؟ تمام. طيب، يعني هنقدر نستفيد من ده في مصر هنا ازاي؟ هو حضرتك يعني هو واضح ان هو من اسمه رابيد موبيليتي، تسويق واثاره وسرعه التنقل، خدمه ذكيه من خلال ابلكيشن على الموبايل، من خلال محفظه الكترونيه، مفيش تدخل بشري، ما بدورش على مكان لانتظار السياره زي ما بنعمل. انا ممكن اكون بيني وبين المكان اللي انا عايز اروحه دقايق بالعربيه، اقعد نص ساعه عشان اركن، فده في ثانيه مجرد حضرتك من خلال المحفظه الالكترونيه سيادتك بيحدد لك بالجي بي اس توصل لاقرب يونت بتتحرك بيها بسرعه جدا. ده عباره عن السكوتر اللي بتشحن بالبطاريه، واخد بال حضرتك؟ وبعدين ما بتحتاجش مكان تركن، انت بتربطه في اي عمود قريب وبتنتهي الرحله، والمسافه كلها بتستغرق حوالي 4 جنيه 5 جنيه لو انت استغرقت اي وسيله انتقال لنفس المسافه مش اقل 40 50 جنيه. طب سياده اللواء، يعني احنا عايزين بس نعرض ده على المشاهد، يعني نحببه في فكره انه احنا عندنا نماذج قديره جدا ومحترمه جدا وبتبتكر اشياء ممكن تقلل شويه من التلوث البيئي الموجود، سواء في المواصلات، سواء في الشوارع، سواء في السلوكيات. اللي حضرتك بتقوله ده انا يعني متشوق جدا ان انا اشوفه، يعني على الاقل نقول للناس ان احنا عندنا افكار يعني تزيل كتير جدا من السلبيات في الشارع. تمام، هو قدامنا وقت بقى، موجود على ارض الواقع ومطبق عندنا في حي الدقي للانتقال الداخلي، وطبعا هو بيستهوي الشباب وجميع الاعمار، يعني فوق 16 سنه عشان يكون مميز بس للقياده. يعني الاقتراح اللي حضرتك تفضلت بيه او المسابقه اللي حضرتك دخلت فيها وخدت المركز الاول ده موجود اوريدي في محافظه الجيزه؟ موجود يا فندم في نطاق اي الدقي، وانتشر كمان، يعني في بدا يروح وصل لمحافظه القاهره في المعادي، اسكندريه والمنصوره. يعني حضرتك اصلا شغال على ارض الواقع؟ شغال يا فندم، والابلكيشن موجود، يعني اي حد ممكن يعمل داونلود وينزله، اسمه رابيد موبيليتي. تمام. هتعرضه ان شاء الله على على قمه المناخ، وهتبقى داخل في مسابقه دوليه في هذا الاطار، ويعني ونتمنى لك انك يعني زي ما خدت المركز الاول هنا في مصر تاخد المركز الاول باذن الله على مستوى العالم في هذا الاطار. اشكرك يا فندم، وتحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج. ربنا يخليك يا سياده اللواء، بشكرك يا فندم شكر جزيل. سياده اللواء دكتور احمد محمد عبد الفتاح الحاصل على الجائزه الاولى في المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه.